السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وعودة أخرى مع وائل عباس وقناة عبقري علم وكل ما هو مفيد في قناة عبقري علم لمصلحة الوطن والمواطن. عايز النهاردة نتيجة طلب أعضاء كتير من قناة عبقري علم عن تأثير الأزولة على أداء النمو وجودة الذبيحة للبط المسكوفي، جبت لكم بحث 2024 بتهدف التجربة هو تقييم النمو وخصائص الذبيحة وجودة اللحم للبط المسكوفي النامي على الأزولة. إزاي عملوا التجربة دي وإيه اللي حصل؟ ولكن قبل الكلام في الموضوع ده لازم نعرف إن التجربة تمت في نظام تربية البط على الأرز اللي في الحقول. انتوا عارفين طبعا ان النظام الدول الغربية واسيا وفي افريقيا جنوب افريقيا بيتم تربية البط في حقول الارز بطريقة تبادل المنفعة، وياريت احنا كلنا نستخدم الطريقة دي. بيتغذى البط على القواقع اللي هو في حقول الرز، على القواقع والمخلفات الموجودة في مية الرز، والبط بدوره بيخرج في الماء المخلفات وفضلاته، سماد بيعتبر جيد جدا غني للرز، وهكذا يعني بينهم وبين بعض تبادل منفعة. طب عملوا ايه وايه الحكاية؟ التجربة اتعملت بشراء جمعة في افريقيا 48 فرخ بط مسكوفي عمر اسبوع، تم تغذية الطيور على نظام عادي التقليدي بتاعنا 20% بروتين، والاسبوع الثاني على طول 17% بروتين، واعطى طائر طبعا لما مش هنخش في التفصيل الحاجات ديت ادوله مضادات الاجهاد النيوكاسل والجامبورو، وتم ادخال البط لحقول الرز بعد زراعة الرز وشتله في الحقول المستديمة بعشرين يوم، وكان عمر البط ده في وقتها 4 أسابيع. كان متوسط وزن البطة تقريبا 300 جرام، وقعدت في الحقول لمدة 8 أسابيع. من الساعة 7 صباحا كان بيتم توجيه البط، من 7 صباحا لحد 3 مساء. نخلي بالنا ان هو تم تطعيم البط ده مرة اخرى ضد نيوكاسل في عمر 5 أسابيع. اتقسمت التجربة الى قسمين، كل البط اعطى ليه مفتوح علف التقليدي العادي بتاعنا، لكن نصف البط تم النزول الى الارز اللي موجود فيه اللي مزروع فيه في المية الازولة. قدامك دلوقتي في جدول رقم 1 اللي موجود قدامك تركيب النظام الغذائي الاساسي اللي هو العلف العادي التقليدي اللي احنا بنشتروه في الفول صويا الخليط الكلام ده، الوزن طبعا الاساسي ده على اساس الوزن الجاف من مكونات العلف زي ما هو واضح في الجدول، الفول الصويا الذره الجير قد ايه، الملح قد ايه الى اخره. اما في جدول رقم 2 ده مكون العلف والتركيب بالنسبه للماده الجافه المضافه ومكونات العلف سواء لفول الصويا او الذره او الازوله، تركيبه بالنسبه البروتين وهكذا زي ما هو واضح. الناس العلميه اللي بتشتغل في المزارع اللي عايزه الجداول هتعمل سكرين شوت على الجدول وتاخده وتطبق اللي فيه وتاخد المفيد اللي هي حيزامن. تم وزن البط كل اسبوع لمدة 8 أسابيع. النتيجة ايه؟ النتيجة ان البط اللي اتغذى على نظام الازولة مع الارز اعطى اوزان اكبر بكتير من اللي كانت بتتغذى على حقول الرز اللي مش موجود فيها ازولة. في جدول 3 بيوضح متوسط الاوزان وتناول العلف، بالرغم ان البط اللي اتغذى على العلاف من على زولة كانت تناول العلف التكميل اللي هو العلف العادي اقل، لكن لوحظ الزيادة في الوزن كان اعلى في حالة تغذية البط على الازولة، وكانت الاوزان عالية جدا، وده اتفق مع جميع الابحاث اللي جات قبل كده اللي بتقول ممكن ادي اعلاف بنسبة 15-30% بدل فول الصويا أديها أزولة. زي ما هو واضح في الجدول في شكل 1 دي التغيرات الإيجابية
اللي حدثت للبط المسكوف في التغذية مع الأزولة، ده بالنسبة للأوزان اللي تم وزنها كل أسبوع. أما في جدول 4 وجدول 5 دي الخصائص الذبيحة للبط المسكوفي، بالنسبة لون اللحم ما تأثرش اللون سواء التغذية على الأزولة أو بدون الأزولة في حقول الأرز. وطبعا ده بالنسبة الجدول جايب شرائح من عينات من الورك والصدر والأجزاء الداخلية وهكذا. نطلع بإيه من التجربة ديت؟ إن البط اللي استخدم حقول الرز مع الأزولة زاد زيادة كبيرة جدا في الوزن واستهلاك كميات قليلة من العلف التكميلي. العلف كان موجود قدامه لكن كان بيستهلك كميات قليلة، وكان تحويل العلف أفضل من البط اللي بيتغذى على حقول الرز على الأزولة. انا حبيت اجيب لكم، انا عارف ان الباحثين واصحاب المزارع الناس المهندسين بيحبوا جدا الجداول، عشان كده انا حطيتها لكم قدامكم اهيت، الجداول مفيدة وايه اللي حصل بالنسبة. عموما طبيعة كل الابحاث بتقول ان انا ممكن للبط ده بالنسبة انا ممكن ازود النسبة الاكتر لحوالي 75% ازولة بدل الفول الصويا، ولكن بالنسبة للمزارع التجارية بيفضل من 15 إلى 30 إلى 35% أستبدل فول الصويا بالأزولة. ويا رب أكون أنا وضحت الموضوع. البحث فيه، اللي عايز عنوان البحث موجود في الوصف تحت الفيديو، وأنا كتبت لكم اسم البحث. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون استفادوا منه الناس اللي طالبه بحث علمي دقيق أو تجربة علمية دقيقة. وعلى فكرة كل الأبحاث بتقول نفس نتائج البحث اللي قدامكم ده. يا رب تكون استفدتوا من الموضوع، وأنا في انتظار تعليقاتكم. وزي ما قلت لكم التعليق السالب بيحسن من أدائي، والتعليق اللي فيه شكر وثناء ليا وأنا بشكر الجميع ده بيدفعني للأمام. وأوعى ما تنساش أهم حاجة الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبك القناة، وتعليقك ده أهم من الموضوع ده كله علشان أعرف اتجاهك إيه وإيه اللي أنا أخطأت فيه معاك وائل عباس وقناة عبقري علم.